ايش اغرب شيء شفته او صار فيك في السياره؟ رالي دبي الدولي عام 2004 كان اول تجربه لي انا بالصحراء. يعني انا قديه بعمل رليات بحياتي وسابق وعامل بطوله العالم وبلبنان، بس انه على الصحراء انا شيء جديد لي. مهم رحنا بالرالي وكان ماشي حالنا كثير، مركز ثالث ترتيب عام يعني وراء ابطال وقدام ابطال، كان حلم لنا. نوصل بمقطع بقلب المرحله في عنا 2 كيلومتر يعني 2000 متر خط نار دغري مستقيم، هذا فلاتر، هيدا عم نحكي نحن جير خامس، سرعه بين 180 و200 كيلومتر بالساعه، ما كان في تنبيه وبالصحراء. اوكي نحن عندنا نوتس، نحن مرنين على الطريق قبل، نحن في عندنا ملاحظات على الطريق، بس بتطلع باخر هال 2 كيلومتر هيدي بلاقي جمل، وجمل كبير مش جمل من الصغار، واقف على جهه اليمين اجري برات الطريق، بس رقبته وراسه صاروا فوق الطريق. انا من ميل يعني هيدي كلها صارت معي يمكن باربع خمس ثواني، من ميل بتطلع ماشي 200 كيلومتر بالساعه، من ميل بشوف الجمل قدامي، من ميل بتخيل انه انا اذا فتت بالجمل رح اخسر حياتي انا والكو درايفر، من ميل تاني بشوف اذا انا شلت اجري عند دواسه الوقود رح اخسر وقت بالرالي. صرت عم بتخانق انا ونفسي، شو بعمل؟ بشيل ما بشيل؟ بحط ما بحط؟ بس كل ما انا اقرب عليه للجمل كل ما هو يكبر اكثر ومنظره ما يعجبني ولا شوي. بس ما مشى الجمل يعني، هو واقف مش هو ما مشى، انا الخففت مثل الشاطر، حطيت جير اول ودبدبنا من حد هيك بالسياره، يعطيك العافيه رجعنا كملنا. طبعا خسرنا له بحدود ال 10 15 ثانيه، بس ربحنا حياتنا طبعا.